مرحبا بكم مستمعي إذاعة لو دي جي راديو ومشاهدي قناة لو دي جي تي في. فقرة هاكس ويك، الفقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عائشة بوسكين في مجموعة من ليزاستوس اللي يقدروا يسهلوا حياتكم اليومية. كثيرا ما نتحدث مستمعينا عن الرشاقة الجسدية والهواجس التي ترافقنا دائما للحفاظ عليها، لكن ماذا نعرف عن الرشاقة الذهنية والعقلية؟ تعرف الرشاقة الذهنية على أنها القدرة على الاستجابة للأحداث بطريقة مرنة والقدرة على التحرك بسرعة بين الأفكار المختلفة، الشيء الذي يجعلك قادرا على إيجاد أفضل مسار للمضي قدما للعمل والحياة على الرغم من العقبات والأحداث الغير المتوقعة. ولتقوية الذاكرة واكتساب هذه الخفة العقلية، ما عليكم مستمعينا إلا بتدريب العقل وكثرة الممارسة اليومية للتمارين الفكرية. إليكم أفضل 4 تطبيقات لتدريب الدماغ وجعله أكثر خفة ونشاطا. أول تطبيق هو Elevate Brain Training، هو تطبيق مجاني متوفر على أندرويد والآي أو إس. يتوفر هذا التطبيق على أكثر من 40 لعبة تهدف لتعزيز الإنتاجية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعلم من خلال تحدي إيجاد المفردات ومضاداتهم وحساب الأرقام البسيطة في أقل وقت ممكن. ثاني تطبيق هو Mental Up Educational Games، يحتوي على أكثر من 100 لعبة مسلية للدماغ. تبدأ كل لعبة بتعليمات قصيرة ومباشرة، ثم يبدأ التمرين الذي وقع عليه الاختيار محددا بالوقت، ويمكنك تكييف التطبيق حسب المهارات العقلية التي تريد اكتسابها، كما أنه يؤقلم طبيعة التمارين مع سن المستخدم ودرجة السهولة أو الصعوبة التي يريدها. ثالث تطبيق هو Lumosity، وهو الأكثر شعبية من كثرة الاستخدامات في العالم. يتيح لك هذا التطبيق اختبارا مجانيا أوليا مدته 10 دقائق كتقييم لمهاراتك المعرفية وكامتحان لقوة ذاكرتك. صمم هذا التطبيق من طرف كبار أخصائيي الأعصاب وذلك لتحسين أداء الدماغ للاعبين BPE. آخر تطبيق هو تطبيق بيك، يعد أكثر تطبيقات الدماغ تقييما، وهو حاصل على جوائز تطبيقات العام في كل من جوجل بلاي وأبل ستور. من خلال التمارين الذي يقترحها عليك سيساعدك مدرب شخصي للوصول لأهدافك. والجميل في التطبيق أنه يحتوي على صفحة إحصائيات تعرض عليك خريطة دماغك والتي تتغير حسب جودة أدائك في التمارين. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكس ويك. ما تنسوش تيليشارجيو نوتخ ابليكاسيون لو دي جي موبيل سوغ اندرويد اي او اس اي دي فو زابوني ا نوتخ شين يوتيوب لو دي جي تي في سي فو سويتي اتر او كوران دي ديرنييغ اكتواليتي بودكاست اي ايميسيون تيليفيزي. نضرب لكم موعد لا سيمين بروجين، هادشي كامل على اتي ريداتكم لو دي جي راديو وكذلك على قناتكم لو دي جي تي في.